في هذا المخيم بعيداً عن صخب المدينة يجلس الزائر في أحضان الطبيعة بين أشجار الصنوبر والسنديان والبلوط المعمرة ليستمتع بجمال غابة وديان الشام في محافظة جرش شمال الأردن. طبعاً هي خاصة مش مملوكة للدولة، يعني مملوكة إلنا بشكل خاص، وعملنا مخيمنا عليها. المخيم طبعاً زي ما انت شايف مظل على منطقة وديان الشام. وديان الشام هي منطقة على مستوى الأردن مش معروفة كثير، يعني معروفة لأبناء المنطقة بس. المنطقة هاي طبعاً وديان الشام هي كانت ممر للقوافل من تركيا ولغاية فلسطين. مجموعة من الأصدقاء التقوا على هدف الحفاظ على هذه الغابة المليئة بالأشجار الحرجية المعمرة، والتي باتت من الأماكن النادرة التي لم تتعرض لاعتداءات جائرة، حتى باتوا يسمونها بالغابة العذرية الوحيدة. هدفنا طبعا احنا هون كمان المحافظة على البيئة ومنع التعديات ما امكن اللي مقدر عليه. وجودنا هو منع للتعديات مقارنة بالغابات الباقية بالأردن فيها تعديات كبيرة، هون الحمد لله خفيفة جدا جدا. التخييم هنا متاح للجميع ومن دون مقابل، إذ يستطيع الزائر استخدام محتويات المكان والاستمتاع مع أفراد العائلة بقضاء نهار مميز بعيدا عن هموم الحياة اليومية. متنزه بالنسبة لنا، فسحة نوعا ما بتلاقي روحك فيه، إنه في طبيعة، هواء نظيف، طبيعة الأشجار، البحث عن الطبيعة هو صار يعني ملتقانا، خصوصا تعرف الزحف العمراني شوي والأمور هاي. جدير بالذكر أن نسبة مساحة الغابات في الأردن لا تتجاوز 1% من المساحة الإجمالية للمملكة.